شاء الله عيدكم مبروك. هذه حكايات، موعد باش تلقاونا فيه وكل مره حكايه، باش نعرفوا حاجات نشوفوا فيهم كل يوم تقريبا، لكن ما نعرفوش اصلهم الخفايا نتاعهم وكواليسهم. كل شخص فينا عنده وراه برشا حكايات، واليوم باش نتعرفوا على واحد من اهم وابرز معالم تونس، من الشخصيات اللي الاسم يتكرر كل يوم ونحكيوا عليه برشا، فما كلام حتى نقولوه قالوه اكبر سياسيين في تونس وحتى اكبر جنرالات الجيش، جملة يحرز محرز، ولا البلاد هذيا ترابها سخون، حارسها سيدي محرز وسيدي بالحسن. كلام سمعناه وتعديناه بالسهل. الحشاشين، العمل اللي عمل بوليميك كبيرة في شهر سيدي رمضان على المستوى العربي. شكونهم الحشاشين وشنو علاقتهم بتونس؟ الباطنية هذيا هل وصلوا لتونس؟ وهل دخلوا في صراع مباشر مع سيدي محرز؟ هذا الكل أكثر باش نعرفوه اليوم مع ضيفي الشيخ سيدي محمد الياس المهرسي. سيدي الياس مرحبا. مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مرحبا بك وبكافة السادة المشاهدين. سعيد جدا انك موجود بحذايا سيدي الياس. خليني نتعرف عليك اكثر. محمد الياس المهرسي شيخ، ان شاء الله طالب علم. طالب علم، طالب علم شرعي. محمد الياس بن محمد العفيف بن عبد الرحمن المهرسي. الاختصاص قريت في الحقوق قانون عام، ودرست الماجستير بجامعة الزيتونة. منذ النشأة تربيت في بيئة محافظة بعض الشيء، الأسرة أسرة علمية فيها العلماء، جدي للأب شيخ زيتوني وجدي للأم شيخ زيتوني. أيوة. ومربي في المدرسة الصادقية. نشأت في البيئة اللي مهتمة بالعلوم الشرعية وغير الشرعية، لأنه الوالد كان من المفارقات. أيوة. أنه يساري وكان رئيس الجامعة التونسية لنوادي السينما. بوه كان يساري؟ نعم، كان مناضل طلابي في اليسار التونسي. وبوه كان شيخ؟ بوه كان شيخ. ولده شيخ؟ إن شاء الله طالب علم. طالب علم به؟ فكيفاش هذا سهر؟ وذاك بالعكس، ذاك كان له تأثير باهي ياسر عندي أنا، أني نشأت في بيئة فيها كل شيء. يعني المكتبة متاع الوالد فيها الكتب الزيتونية، فيها الكتب الشرعية، فيها ماركس مثلا، فيها ماركس، فيها لينين، وفيها تحرير التنوير شيخ محمد طاهر بن عاشور. أيوة. وفيها الكتابات الشرقية والغربية وغيره، وعمره ما كانت فما وصايا أقرأ هذا وما تقرأش هذا. تريبيا باي، أنا كان سمعت بالصحيح قلت لي قريت دروة. نعم. يعني وليت شيخ وانت قريت دروة؟ أنا لا، فما اهتمام من الصغرى، فما نحن نسميها الجذبة، لأنه يعني إنسان من اللي هو صغير مغروم بالعلوم الشرعية. عندي زادة رجل عمتي كان مدير إدارة شعائر دينية قبل ما تصبح وزارة شؤون دينية، اللي هو الشيخ الطيب سلامة، زادة تكونت عليه وكل هيئة، وكترى اللباس الزيتوني وكل دونك تربيت فك الجو هذاك أثر عليا. بمجرد أن أتيحت الفرصة سنوات 2007-2008 وقت اتفتحت المدارس القرآنية، التحقت بمدرسة النخلة التابعة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم، ودرست عند جملة من مشايخ تونس على غرار المرحوم الإمام الثاني السابق لجامع زيتونة المعمور الشيخ محمد الكامل سعادة، على غرار الأستاذ صهيب البراملي رحمه الله، على غرار عم الهادي زروق كيف كيف من كبار القراء رحمه الله، الشيخ منذر الجدي ربي يبارك في أنفاسه، الإمام جامع قرطاج، يعني الشيخ الحبيب بن طاهر وغيره. فهل الشيخ مهنة اليوم؟ تعيش مهنة شيخ؟ شو تخدم؟ نخدم في مؤسسة مالية إسلامية. بانك. أيوة. إسلامية. بنك إسلامي. بنك تختلف فوني؟ أكيد. يختلف. أكيد. الشرع لا يناقض هذا معنى. لا أكيد، بالعكس. البنوك الإسلامية هي مؤسسات مالية، ولكن تحتكم في معاملاتها إلى الضوابط الشرعية. فدرست عند جملة من المشايخ. بعد الثورة تفتح المجال، انتشرت الدروس كيف كيف، التحقنا بمشايخ زيتونيين أخرين على غرار سيدي ولي نعمتي شيخ عبد العزيز الجيزاني رحمه الله، اللي هو دكتور في جامعة الزيتونة وصاحب عالمية زيتونية، كيف كيف شيخ شريف جلنزة ربي يحفظه ويفضله، سيدي محمد مشفر رئيس الرابطة الوطنية للقرآن الكريم، وغيرهم من المشايخ، إضافة إلى أني دخلت وقتها لجامعة الزيتونة. جمعت بين الجانب التعليم التقليدي والأكاديمي في الجامعة. هناك تعرفت على جملة من الدكاترة أبرزهم الدكتور برهان النفاتي حفظه الله. باهي.
الوالد اليساري هذايا اللي في مكتبته فما ماركس وفما لينين وغيره، حضر لك نهار في خطبة جمعة، حضر لك في سليت؟ أكيد الوالد حج بيتربي ويؤدي صلواته وإيمانه ما شاء الله، يعني بالعكس أنا نقول للناس هذوما يمكن إيمانهم أقوى لأنهم عرفوا الحاجتين. فكي يقبل على طريق ربي كما قولوا والإيمان وغيره فيكون بقناعة قوية ياسر. وهو في الحقيقة رغم فماش تناقض بين أنه الإنسان يكون فهل لأنه الفكر اليساري فما فكر إلحادي غير وذاك ما نحكيوش عليه، ولكن المبادئ اليسارية راهي تشترك في أمور مع المبادئ الشرعية. وسيدنا صلى الله عليه وسلم بالعكس يا أخي من الأول باش بالضعفاء، أنه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، نحى كمسألة الطبقية أنه لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي. فهذه بالعكس دي هو سيدنا صلى الله عليه وسلم حتى عند بعض المفكري اليسار يعني يعتبر من قادة اليسار. اليوم الناس تتحدث على يسار إسلامي أصلا يعني، فهذا يوريك أنه لا تناقض بين المسألتين. بيه خليني معك في الجانب الشخصي سيدي محمد الياس المهرزي، أول صلاة جمعة ولا أول خطبة جمعة تتفكرها؟ تتفكر حيثياتها؟ أكيد سنة 2012 يعني 2012 سنة التالي تقريبا. نعم في عمر قديش؟ وقتها 22 سنة. 22 سنة. ما شاء الله. من غير إعداد يعني كانت مفاجأة، يعني أنا قلت لك نقرأ عن الشيخ محمد مشفر وهو وقت الإمام الخطيب الجامع الأحمدي بالمرسى، صارت له وعكة صحية نهار الخميس في الليل. يلت. فاتصل بي بعد صلاة العشاء وأنا طالب من الطلبة يعني لا عندي امتياز عليهم لا حد شيء، علاش اختارني هو إذاك تسألوه؟ هو كلمني قال لي غدوة الخطبة عندك ما تحكيش في السياسة وربي عينك، وعلق عليه التليفون. هذه كانت النصيحة الوحيدة. لا باش نقول له لا وشوف غيري ولا ما خلي ليش الفرصة. النصيحة شنو ما تحكيش فيها؟ ما تحكيش في السياسة لأنه تعرف سنة 2012 فما مسألة هيك الصراعات والأحزاب وغيره، وهي ذيك راهي فترة بالعكس زادت حتى في تكويننا عاونتنا برشا لأنه وقت جاوك التيارات الداخلة وغيره فتعلمنا فقه الردود، أنك هما جاوا ببعض الشبهات اللي جابوها على ما يسمى اليوم الإسلام التونسي اللي هو عقد في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك، جاوا جابوا شبهات هو الاحتفال بالمولد بدعاها وكذا غيره، فنحن بحثنا أكثر باش نلقاو الردود على هالشبهات اللي جابوها. فهذيك عاون الإنسان في التكوين. فالفترة ذيك تميزت بك الصراع السياسي، ونحن ديما مشايخنا راهو بيقولكش ما تهتمش بالشأن العام لأنه فما فرق بين الاهتمام بالشأن العام والحديث على السياسة باعتبارها شأن عام ومسألة التحزب والتوظيف السياسي ولا التوظيف الدين. نحن هذيك ضده أنه بالعكس التجارة بالدين الإمام ولا الشيخ ولا واحد يزم ينأى بنفسه عن مسألة التحزب، لأنه التحزب يخليه حتى لو الحزب متاعه ياخذ موقف مخالف للشرع شو اللي يحاول يلقى له التبريرات تبرير ولا النص لا الديني انت ليه ما هوش دورك. بيه. ارجع بي ال 12 سنين التالي الليلة هذيك بعد ما علق الشيخ مشفر، كيفاش عديت الليلة وصولا لصلاة الجمعة؟ هي ما رقدناش ساعة ذيك ليلة مشهودة. بيه. فطول مشيت ما عندي في المكتبة وحاولت نجتهد أني نعمل خطبة كتبتها. تتفكرها على شنو؟ نتفكرها على عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وكانت خطبة الحمد لله يعني بشهادة الناس وقتها ناجحة، لا محالة ما فيهاش ارتجال، كله مكتوب، اكتفيت بالمكتوب. أيوة. بتبيع الكلوع على المنبر في حاجة سبيسيال وانت طالع؟ أول حاجة ركايب سفا، فما خوف، فما رهبة. فما رهبة أكيد، والرهبة عمرها ما تنحات لليوم. اليوم عندي فترة يعني ما منش قاعد نخطب الأربع شهور الأخرانين، ولكن الآخر خطبة الرهبة هي بيدها، وأنا ديما نقول حاجة، نهار اللي تتنحى الرهبة نعتزل الخطابة، لأن الرهبة مهيش من الناس، الرهبة من الله. ولو كان نهار وصلت تطلع للمنبر وتتكلم معاش فما رهبة من الله زايد يعني القلب ميت ولا تمهنة. فالرهبة عمرها ما تتنح، من خاف والحمد لله ما نخافش من الناس. أنا أقول له ما نخافش من اللي قدامي، ما نخافش من اللي ورايا، نخاف من اللي قدامي. صحيح. فهمتني؟ فواحد يخاف من ربي سبحانه وتعالى لأنه مسؤولية الناس في رقبته هو. فكانت يعني واحد توكل على ربي وانطلقت. كان حاضر الوالد في الخطبة؟ كان حاضر الوالد. أيوة. وهي الحاجة
أنه الجامع اللي خطبت فيه أول خطبة جدي أبوه الوالد هو كان إمام خطيب فيه، فالوالد يثبت على أبوه كي كان يصلي هو إمام في الجامع هذاك. بمجرد تحل باب المقصورة باش نخرج والوالد قاعد في العرصة اللي مقابلتني ترشق بالبكاء، فأنا ما حبيتش لو كان نغزر له ومبطل ونقعد نبكي معاه وما عادش فما البلاصة، ما عادش نغزر البلايص الكل إلا البلاصة اللي فيها الوالد. والحمد لله تمت الخطبة. كان فخور بيك بعد هذا. الحمد لله يعني يعني ذيك نهار ما ننساهش، يعني ما خرجت من الجامعة كان بعد ساعة ونص خاطر حومتي، فالعباد الكل جات تهني وتبارك وكذا، فكان يوم مشهود وعمري ما ننساه يعني. الحمد لله. الحمد لله. باهي، حكينا على الشيخ محمد الياس المحرسي، حكينا على والدك، كنت كريم معنا شوية، حكيت لنا على جدك الأول بول والد. إيه؟ لكن كون كريم أكثر وقل لي شكون جدك الأول على الأقل، ولا أرجع بي لشجرة العائلة الموسعة. هو ظاهر من الاسم محمد الياس المحرزي، هي عائلة المحرزي هي منتسبة إلى الولي الصالح سيدي محرز ابن خلف اللي مشهور في تاريخ تونس، هو من أكثر الناس اللي رسمت الشخصية التونسية. يعني جدك هو سيدي محرز. سيدي محرز بإذن الله، وهذا الحمد لله ثابت بالإثباتات. بالإثباتات، وفوق هذا أنا الحمد لله نلت ثقة العائلة أنهم زكاوني أني نكون مقدم عليهم في تولي مشيخة زاوية سيدي محرز. كيفاش يصير معناها العائلة ورثاء سيدي محرز ولا حفيد سيدي محرز تتلموا زكيو شخص؟ أي من سنة 1022 1022 وقع تعيين أول شيخ لزاوية سيدي محرز بن خلف. شكون اللي عينه؟ اللي عينه هو السلطان العثماني. حتى مكتوبة في الروايات بطغراء السلطان العثماني، كلمة الطغراء اللي برشا الناس ما فهموهاش. صحيح. فوقع تعيين وقعد هكاك العرف ديما العائلة يعينوا شيخ للزاوية، وفي العادة يكون ديما أكبرهم سنا. في المرة الأخرانية صار معينة هو الاستثناء، بعد ما توفى أكبر أفراد العائلة سنا رحمه الله، قعدت قرابة شهرين ثلاثة شهر ما فماشي حالة فراغ. اجتمعت العائلة شكون باش نعينه، قالوا اليوم العادة هذه يلزمنا نغيروها، خاصة أنه عنا إنسان كما قلنا مختص في العلوم الشرعية وطالب في العلم الشرعي وكذا، وهو أدرى بالمسائل هذوما منا. فزكاوني بتوقيعات رسمية وغيره أني نتولى مشيخة الزاوية، نتقدم يعني لمشيخة الزاوية بالطبيعة، ونعمل مطلب إلى وزارة الشؤون الدينية. يعني أنا اليوم قدامي الحفيد الشرعي لسيدي محرز بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. به وجد سيدي محرز شكون؟ من أي سلالة يمتد سيدي محرز؟ هو محرز ابن خلف، ابن يربوع، ابن رازين، ابن إسماعيل، ابن عبد الرحمن، ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الصحابي الجليل. الصحابي الجليل، أول الخلفاء الراشدين، ثاني اثنين إذ هما في الغار، سيدنا أبي بكر الصديق، أحد أحفاده هو سيدي محرز ابن خلف، وعبد الرحمن اللي منه يجي سيدي محرز ابن خلف هو الأخ الشقيق لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه. الأخ الشقيق. الأخ الشقيق، يعني من فرد بو فرد أم. ما شاء الله. به باش نحكيهم بعد شوية على سيدي محرز نشأته، كيفاش كان، منين سيدي محرز تحديدا من تونس، كيفاش وصل العرف هذا لتونس. لكن فماش بعض الروايات تعطينا أوصاف سيدي محرز؟ ما عندكش فكرة مثلا حتى بالعائلة ولا بالأوصاف بالموروث؟ موجود هو في الكتابات، يعني يقال أنه كان ساعة لا يتكلم إلا العربية. هذه يعني صفة توفر فيك. خلينا نشوف قديش نسبة التطابق بيناتكم. ايه لا ان شاء الله، ان شاء الله يكون فما تطابق ان شاء الله في الـ في الـ في الاخلاص وفي في بيه؟ في القرب من الله سبحانه وتعالى، ويكونوا يقولوا كان يعني جثة يعني عظيم العظيم الجنية. أيوة. فهمتني، وهذاك هو يعني. لا ظهر لي حتى انت تبارك الله، حتى الفريق ما عرفش ينجم ويقولوا لي ما شاء الله عليه الشيخ كوستو هاي تبارك إن شاء الله. وحتى لاعب كرة الطائرة السابق زاد نقولها لك زادها في التعريف اني كنت لاعب في الكرة الطائرة في المستقبل الرياضي بالمارس. ما شاء الله خارق العادة. به سيدي محرز النشأة متاعه منين وفين وشنو كان اساسا في فترة حياته؟ سيدي محرز نشأ في أريانا، هل ولد في أريانا أو لا هذا مش معروف، ولكن الثابت أنه نشأ في أريانا وداره اليوم الناس هذا معروف، موجودة موجودة سيدي محرز اليوم في أريانا. الناس هذا في أريانا بيه؟ في الباب الحديد. مهجورة ولا يسكنوا فيها؟ لا موجودة، فما عائلة تسكن فيها موجودة، لكن معروفة الدار كدار سيدي محرز. نشأ في أريانا وهو مختص في القراءات
لا فسرنا ايش معنى مختص في مختص القراءات؟ القراءات القرآنية يعني اللي هما سبع تقريبا، فما القراءات السبع فما القراءات العشر. ممتاز. وسيدي معرز اصلا مشى حتى مصر وطلب العلم، علم القراءات في 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 مصر. وسيدي معرز هو مؤسس الدوله القرانيه اليوم الناسي، هذا مازالت موجوده، كان في جامع الزيتونه، كانت منتشره على مساجد العاصمه الكل، اللي هي الدوله القرانيه. اسمها الدوله القرانيه. صليت بعد صليت الصبح تتلم مجموعة ويقرأوا ثمانية حساب جامعة يوميا ويختموا القرآن مرة في الأسبوع. بيه؟ دول كل نهار عنده الدولة متاعه. فهذا اللي أسس الدولة هذه هو سيدي محرز بن خلف. هو اللي أسس الدولة وكانت منتشرة في كل مساجد العاصمة، اليوم قاعدة موجودة، كان في جامع الزيتونة. ربي إن شاء الله يحافظ على يبارك في الناس اللي قايمين عليها. بيه؟ ولد ريان قلت لي هو أسس سيدي محرز، إنشأ في ريان باب سويق، وين الزاوية اليوم وين المقام؟ هو سيدي محرز زاد جاته فترة انتقل إلى مرسى الروم. مرسى الروم هي قرطاج والمرسى مرسى يعني الضاحية الشمالية يقولون. وقعد وقضى فيها فترة، وكانت عنده لأنه سيدي محرز شاعر كذلك. شاعر يعني أبار كان ينظم الشاعر، وكان شاعر فعنده حتى أشعار على قرطاجنة يعني، ويتحدث على كان يتغزل بقرطاج على الأثار بتاع قرطاج وأحوال الأمم التي مرت بها وغيره. ومن بعد انتقل إلى، وكانت هذه فترة الزهد والتفكر والتأمل، هو كل العظماء راهو بصفة عامة قبل ما يبرز وينطلق في مشروعه الإصلاحي تكون عنده فترة سابقة اللي هي باش يدرس، يقولوا نحن فيها الوضع، يتأمل كذا. وذي نلقاه حتى مع سيدنا صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي كان يطلع الغار حراء ويتأمل ويتحنث وغيره، وبعد إلى أن نزل عليه ملك الوحي سيدنا جبريل عليه السلام. كيف كل إنسان، كل المصلحين غيره، ما نجمش تدخل أنت على حركة إصلاحية من غير ما تكون محضر لها متهيئ لها. فهذا سيدي معرس كانت عنده فترة تأمل وانتقل فترة تونس. تأمل كانت في بسويقة؟ لا كانت في قرطاجنة، مشى البنزرت، مشى كان فهمتني. فانتقل في كثير من الأماكن، ومن بعد أسس انتقل إلى باب سويقة، وأسس هو أصلا باب سويقة يعني ما كانتش، كانت المدينة أصغر. أيوة. فالربط متاع باب سويقة أسس سيدي محرز. أي أنت لو تشوف حدود مدينة تونس هي زاوية سيدي محرز حتى اليوم، التقسيم الجغرافي اليوم بيه؟ الداخل من السوق تابع المدينة، تخرج للساحة تولي باب سويقة. صحيح. فهمتني؟ صحيح. فكان يتقال سلطان المدينة سيدي محرز، وكأني عنده صفة أخرى، كأنه هو الحاكم في تلك الرقعة الجغرافية على الأقل، ولا البلاسة ذيك هي تحت سلطة إمرة سيدي محرز. هي سلطة اعتبارية يعني، إنسان الناس تلجأ له، الناس تحترمه، الناس قدمته عليهم باش يقضي في أمورهم، باش يشاوروه غيره، فسمي بسلطان المدينة. لكن ما كانش أمير أو سلطان يعني هيبة الدولة وقوة الدولة، لا، لكن هي سلطة اعتبارية. لكن كانت عنده صلاحيات أقوى من أنها تعطي الدولة. مثلا يقال أنه سيدي محرز كانت عنده حسن ما بعد على الأقل، ولا في فترة سيدي محرز كل إنسان يلجأ للزاوية ذيك فهو في أكيد. هو هذا حتى قاعد حتى للعهد العثماني وغيره، اللي يدخل مش زاوية سيدي محرز بركة، وبعض الزوايا اللي يلجأ للزاوية هذيك يقعد ما يعني الحاكم وغيره ما يدخلش يقبض عليه الداخل. فسر. فكأنها حصانة كما اللي يلجأ للسفارة فما حصانة دبلوماسية. أيوة. كيف اللي يدخل الزاوية هو في حصانة الداخل. معناها خلينا نفسره أسهل للناس، سارق ولا واحد عمل حاجة ما يدخلوش يقبضوا عليه الداخل. الشرطة كي دخلت عليه إذا دخل للزاوية يستناوه لين يخرج. هذه مش حسانة؟ حسانة. هذه نوع من الحصانة. هذه حسانة. باهي من الحاجات الأخرين اللي كانت تميز سيدي محرز مثلا الكتاب متاع سيدي محرز. أكيد هو سيدي محرز قلنا هو تكوينه الأصلي أنه مهدته هي مؤدب. وكان الاختصاص أنه سيدي محرز كان يقري الولاد والبنات. وذا يعني ما كانش يقري كان الولاد، وذا خاصية في العصر ذكر أنه نحكيه على سيدي محرز 340 هجري تولد. 340 يعني في الثلاثة قرون الأولانيين، رغم أنش نحكيه على إنسان عنده 100 ولا 200 سنة. يعني 340 هجري على سيدي محرز عمل 1000 عام ميلاد، يعني الألفية الميلادية متاعه مرت يعني. تعديت نحن في 1400 يعني حاجة تقريبا 45 أكيد. فسيدي محرز والألفية الميلادية كانت سنة 22 2022 يعني
فسيدي محرز كان الكتاب متاعه، وبالعكس هو كان شو ميزة الكتاب متاع سيدي محرز يختلف على البقية؟ أنه يقري الأولاد والبنات ميكست. أي وسيدي محرز كيف كيف تدخل عند أبو زكريا، عند الصنهاجي الأمير الصنهاجي أنه السوق يرتدوه الرجال والنساء، الحمام يرتدوه الرجال والنساء، فكانت قفزة نوعية يعني في الفترة، في الفترة هذيك في الوقت ذاك شبه مستحيل الكلام هذا أنه الرجل والمرأة يدخلوا نفس المكان في نفس الوقت، شبه مستحيل. هي أصبحت شبه مستحيلة لأنه كي نرجع لعصر النبوة الأول وعهد سيدنا صلى الله عليه وسلم ما كانش الشيء هذا، بل أنه مش قولك حاجة قد تفاجئ الكثير. نحن في التو كي ندخلوا للجوامع تلقى بلاصه نساء وبلاصه رجال وبيناتهم بارافون ولا هذه، ما كانش حتى عهد في عهد سيدنا صلى الله عليه وسلم ما كانش، كانت صفوف النساء ورا صفوف الرجال، ما كانش فما فصل بيناتهم، كان الاختلاط عادي في المسجد. ما هوش اختلاط، هو افضل صفوف النساء الاخيره وافضل صفوف الرجال اللي من الاول، ولكن ما كانش فما عازل بحيط ولا بسعف ولا حتى شيء، بل أيوة. أنه من الأول كانوا يدخلوا ويخرجوا من نفس الباب. فلما صار الاكتظاظ خاص سيدنا صلى الله عليه وسلم باب خاص بالنساء اللي هو للناس اللي مشيت للمدينة، اليوم الناس هذا موجود باب النساء. أيوة. لكن ما كانش فما عازل بين النساء والرجال، وهذه مسألة أنه النساء في عزلة وغيره، بل بالعكس يعني سيدنا عمر بن الخطاب راجعته مرأة وهو فوق المنبر في مسألة تحديد المهور، وهو اللي عين الشفاء تتلهى بأمر السوق وغيره، فهذه مسألة أنه النساء بالعكس دي نحن نشوفوا الطواف الطواف ما عنيش مطاف للرجال ومطاف للنساء، يعني ذي أنه التفريق بين الرجال والنساء، ذي بالعكس ذي شنو الإيجابية جاء لما صار التقهقر والتراجع، لأنه الأصل سلامة النوايا، يعني مش نحن باش نبنيه مجتمع على الناس اللي عندها نوايا فاسدة، بالعكس نحن الأصل عن نبنيه مجتمعاتنا النوايا السليمة. وعلاقة سيدي محرز توقعت نكتشفها معاك في شخصية سيدي محرز، هذه الشخصية العظيمة في تاريخ تونس وفي تاريخ الإسلام ككل، فما بعض الروايات تقول لو كان فما مذهب خامس ينجم يكون هو ذي، قالها الإمام البقلاني قال لو أدرك محرز الخلف السلف لكان خامس الأربعة، فهني قالوا هو يعني خامس الخلفاء الراشدين من العدل الذي كان يقيم يحكم به بين الناس، هذا قالها الإمام البقلاني. وعلاقته خاصة توا قلت قاعد نكتشف معك علاقته خاصة بالنساء، يحافظ على حقوق المرأة، قاعد يسمح لهم باش يتعلموا باش يقراوا، ما فهميش التفرقة، ولكن كان يعطي أيضا فرصة ثانية للمرأة التي أذنبت ولا المرأة اللي تغلط. هذه من المرويات يعني الشعبية يعني يقولوا أنه سيدي محرز كان يحمي النساء اللي تغلط في حياتها غيره، فهو تغلط في حياتها معناها الزانية مثلا، مثال خلينا يعني مسألة رأو حكم الزنا رأو ما هوش سهل. أيوة. رأو مسألة حكم الزنا باش تحكم على إنسان أنه يزم أربعة شهود ويكونوا شافوا الفعل وبالفعل المشهود، يعني ما هيش مسألة هينة، ولكن نحن نقولوا غلطت، يعني الله أعلم كيف شنو نوعية الغلطة. كان هو يعطيهم الفرصة الثانية وعائلة اللي تتعلم صنعة وغيره ويلقى لها راجل وتتزوج به يعني وتبدأ حياة جديدة، فرصة ثانية في الحياة معرفة. أكيد، وذي تعلمناه من عند سيدنا صلى الله عليه وسلم، سيدنا جاه واحد قالوا راني يريد كما قولوا فلان وفلانة في وضعية خائبة، يخي قال له ألا سترتهم بردائك، تو جيت لو كان مشيت سترتهم خير لك، يعني ايش معناتها؟ يعني ما عادش تعاود هالعمله هذه. ايوه يعني راي عامله ما مشومه انك جاي تتحدث بها وكذا، بالعكس الا سترتهم بردائك راه ذيك افضل لك. وقديش من مره سرت اقامه الحد على الزاني ولا الزانيه في عهد سيدني بي؟ تقريبا ما تتجاوزش عدد اصابع اليد الواحده، يعني ثلاثة أربعة مرات، خمسة أقصى كأقصى تقدير، يعني ما فهميش، وحتى اللي تقام عليهم الحد كانوا باعتراف منه. باه، مع هذا الكل اللي نحكيو فيه، هذا كله ايجابي سيدي الياس، معناها وصوره يمكن برشا ناس ما كانتش تعرف هذا الكل. لكن فما روايه اخرى زادت تقول انه زياره الاولياء بدعه. وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، هذا الحديث اللي يستندوا عليه الجهه معينه ولا فريق معين. اعطينا نفصلوا ساعه الحديث ومن بعد نمشيو خارق العاده. كله لفظ الكل لا يفيد الاستغراق وانما يفيد الغالب. فسيدنا صلى الله عليه وسلم يقول كيف كيف كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن نحن نعرف في العقيدة
اللي الأنبياء معصومين. يعني هذا استثناء للكل، فهذا يفيد أنه الغالب خطأ، ولكن هناك استثناء. كيف كيف سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول كل عين زانية، به نقول نحن عين الأعمى لا يمكن أن تكون زانية لأنها ما لا تبصر. صحيح. فهذه لفظ الكل يفيد الغالبة ولا يفيد الاستغراق والعموم. كل بدعة ضلالة، أي كل بدعة إيش معناتها؟ جاءت بما يخالف الشرع، أني وإلا يجي أنا نزيد في الدين. مثلا اليوم للصلاة الظهر 4 ركعات، لا نقول أنا شوية إيش نعمل 6، عقلني نزيد. هذيك يعني بدعة ضلالة لأنك تغير. أما أنك تغير أنك تعمل حاجة طيبة، بالعكس سيدنا عمر كما حاجة اسمها بدعة محمودة. فما البدعة تعتريها الأحكام الخمسة. شو مول الأحكام الخمسة؟ فما بدعة مباحة هي أمور الدنيا، فما بدعة مكروهة كما زخرفة المساجد وغيره. خاطر نحن ديما عنا القاعدة الساجد قبل المساجد، أني أنا اللي بش نحطه في زخرفة المساجد نعاون به الفقراء أو لا. سليم. فما بدعة محرمة كما قلنا الظهر جي ترد 6 ركعات ولا غيره، ولا تعمل حاجة خايبة ولا غيره. فما بدعة مستحبة كما صلاة التراويح. سيدنا عمر كما أحسن صلاة التراويح قال نعم البدعة هي، فهذه بدعة مستحب. وفما بدعة واجبة، يقول قائل بدعة واجبة. اي فما بدعة واجبة اللي هي مثلا المصحف. المصحف ما كانش وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، علاش ما كانش فما مصحف؟ خاتم زي القرآن ينزل. صحيح. فما كانش فما مصحف. كي جاء في عهد سيدنا أبي بكر الصديق جمع المصحف بعد مسألة قتل القراء وغيره. يجيش اليوم إنسان يقول لا باش نحيو المصاحف الكل بدع. هذه ولات بدعة واجبة. العلوم الشرعية الفقه والحديث وصول الفقه وكل، يا أخي كان وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، بالعكس هي استخلصت من القرآن ومن الحديث وغيره. ممتاز. يجيش اليوم نقضيه عليه ويقول له معاش ما فماش ذي علوم شرعية، ما هو هكا باش نهدوا الدين. باه هذا ممتاز، تو تفسير معقول ومنطقي. نوصل زيارة الأولياء اللي يقول لك بدع، وزيارة القبور أيضا بدع. ليه سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؟ النهي كان من الأول، علاش؟ لأنه كانوا يمشيوا ويلطموا ويبكيوا وكان نحيب وغيره كل. فهذاك سيدنا صلى الله عليه وسلم نهي عليه، عمل فترة متاع نهي باش العباد ما يقفك التيار هذاك. لما العباد تشبعت بالإيمان وغيره وغيره قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وأن زيارة القبور تذكر بالآخرة. فالإنسان ديما مطالب أنه يذكر الآخرة ويذكر أنه موقوف بين يدي الله، وزيارة القبور مما يعين على ذلك. زيارة الأولياء الصالحين، هل زيارة الولي بدعة؟ به أول حاجة ساعة راه مش كل من نطلق عليه زاوية يعني فيه قبر. يعني أيوة. فما زوايا ما فيهش أضرحة به، وفما زوايا فيها أضرحة. علاش؟ لأنه تلقى الولي هذاك كانت ذيك دار أو المكان اللي تعبد فيه، فلما توفي دفن فيها. علاش؟ لأنه ما كانش فما راهو المقابر ما كانش كما توا. المقابر هذية راهو منع الدفن في الديار وكل، راهو مصار كان مع الاستقلال في تونس. قبل كانت العباد تدفن في الديار وتدفن في غيره. فذيك تلقاه المكان اللي كان يتعبد فيه ولا يقري فيه الولي هذاك. فهوك علاش العبيد تقصد المكان هذاك اللي بركة الذكر اللي يصير فيه. وذي نلقاوه مع سيدنا زكريا مع سيدة مريم، قال كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها رزق. باشقة قال هنالك دعا زكريا وربه. يعني سيدنا زكريا التمس الدعاء في المحراب بتاع سيدة مريم اللي كانت تعبد فيه. علاش؟ لبركة المكان هذاك اللي كان ديما فيه الذكر وفيه العبادة وغيره وما فيهش معاصي وغيره. فهكذا هي مسألة زيارة للزوايا، لأنها أماكن مباركة عامرة بالذكر وبتلاوة القرآن وغيره. باه. ولكن الإنسان لما يمشي للزاوية يسأل الله، لا يسأل الولي، ما يقولش يا سيدي فلان أعطيني. أعطيني واو. باه. قالوا فما شكون عباد تعمل هكا وهكا. أنا واحد من الناس بالتجربة سعمريتش. به نفرض جدلا فما فلان قال يا سيدي فلان اعطيني، جيت عيت له. علاش؟ هو الزوايا الاصل اللي يكونوا قائمين عليها ناس عندها مستوى من العلم الشرعي، ما نحطوش عليها ناس تتمعش منها يساعدها انتشار الدجل وانتشار الشعوذه وغيره، خاطر يسترزقوا منها. خاطر هذا للاسف الشديد موجودة. اليوم هذا الواقع انه في نزهوا البعض، ولكن في بعض الزوايا
موجود انه ناس تتمعش من الماء. شفنا يبيع لك حتى الماء ويبيع لك موجود يبيع الماء قال شنو واحد وشعل شمعه وبيع له الشمعه وبيع له درا شنو وغيره وغيره. فهذوما الناس تتمعش ولا اعطيني كذا تو نشعل لك انا الشمعه في الليل ولا نقال نعمل لك وغيره. فهذايا هذايا كله لا انت تسال الله في المكان المكان هذاك تسأل ربي سبحانه وتعالى أنه يعطيك ببركة الولي بجاه الولي مثالش لأنه ذاك إنسان عبد ربي وكذا لمكانته من الله سبحانه وتعالى كما عمل سيدنا عمر في الصلاة الاستسقاء استسقى بسيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لمكانته وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتاز. لا أكثر لا أقل بيه. فهذه مسألة زيارة الولي. نرجع لمسألة الشمعة نحن حلينا قوس خنكملوا فيه. أيوة الشمعة عليش نشعلوا شمعة وعليش تجيب وليمة تاع كسكسي كلها حاجات غريبة لبرشا ناس. سهل ياسر الزوايا في تاريخها كانت عندها دور مهم دور اجتماعي أنه الفقراء يلشؤولها وكانت تخدم دور ثاني أنها كانت كيما المبيت متاع الطلبة في تونس العاصمة مثلا ولا في المدن اللي كان ولا فما حتى في الأرياف يمشوا يحفظوا القرآن في الزوايا وغيره ولا في الصحراء وغيره. فما زوايا اليوم الناس هذا ناشطة في تحفيظ القرآن فهذيك يقبلوا عليها طلبة العلم. فكانت الناس تمشي تهدي شمعة مش للولي لطالب العلم اللي يسكن غادي باش يقرأ ويتمكن من المراجعة في الليل. أيوة. يعني أنت اليوم تحب على ثواب الشمعة امشي هز شوية أمبيب وكذا المدرسة وضويها. واليوم نحن نعرف أيوة. حال المدارس العمومية وغيره فعندك الأجر بإذن الله. ممتاز. والكسكسي الكسكسي لأنه قلنا هي مأوى للطلبة ومأوى للفقراء والمساكين فالناس تهزك الماكلة هذيك صدقة لك الفقراء والمساكين وأطعام الطعام أفضل القربات بيه. فهمتني فهذيك هو مش ولكن لهم الولي هو مشى الى الرفيق الاعلى لا ياكل ولا يشرب هذه به صاحب علم سيدي محرز. اكيد سيدي محرز كان هذيا مما يجهلوه برشا ناس ولا يحبوا يبخسوه في الناحيه هذيا. يقول سيدي محرز من كبار العلماء في المذهب المالكي ولكن في المناقب وكل يقول لكن غلب عليه الورع فترك الانشغال بالفقه يعني ولكن كان عنده حتى أقوال في المذهب وترجيحات وغيره وذكره القاضي عياض وكان يعترف له بمكانته في العلم وغيره بل أنه كتاب الرسالة رسالة ابن أبي زيد القيرواني كتبت بطلب من سيدي محرز بن خلف. علش اسمها الرسالة؟ لأنه يعني سيدي محرز وجه رسالة لسيدي عبد الله بن أبي زيد القيرواني مالك الصغير اللي هو ولد خالته بالمناسبة ولد خالته قال له اكتب لي كتاب في الفقه حتى أدرس به الصبيان في الكتاب. فالرسالة اللي اليوم عليها شروح وعليها وعليها تفسيرات وغيره كانوا يقرأوا بها الطلبة في الكتاب مش تعرف المستوى في الفترة هذيك. فوذيك كان يقرب بها سيدي محرز الطلبة في الكتاب حسب ما فهمت هاي لمباركة كل هاي سيدي محرز. ايه هذه فيها قصة هي انهم هما ساعة ثلاثة ولد خالت سيدي محرز وسيدي عبد الله بن بزيد القيرواني وسيدي أبو الحسن القابوسي ذوما ثلاثة من الأولياء ومن العلماء. يقول أنه جدهم للأم اللي هو كان بربري. علاش قلت لك سيدي محرز راهو جماعة شخصية تونسية أصل عربي من شيرة الأب وأصل بربري من جهة الأم. كان جدهم مشى للعمرة أو للحج فغاديك لقى إنسان فقير ضاقت به الدنيا عنده ثلاثة نواة متاع تمر قلوب تاع تمر كلي منهم سيدنا صلى الله عليه وسلم يعني فيهم اثر تعريق سيدنا صلى الله عليه وسلم شريهم من عنده إيه؟ فكل واحده من بناته تجي تولد يعطيها قلب التمر يقول لها حطه تحت لسانك. فواحده ولدت سيدي محرز وواحده ولدت سيدي عبد الله بن زيد القيرواني وواحده ولدت سيدي ابو الحسن القابوسي. سبحان الله قصه غريبه بصراحه. اكيد هو راه ربي هي مساله نوايا نوايا صحيح يعني نحن ديما راه ناكدوا على الناس برشا ناس تحب تضيق او ما تعملش وما تقول راه خلي الناس بنيتهم وثقتهم في ربي وخليه يدعي بلسان حاله صحيح. يحبوا يضيقوا عليه ودعي كان بالعربيه ودعي كذا خليه يخرج اللي في قلبه
يعني الإنسان يناجي ربه، معناه باللي كما نتكلم أنا وياك هكا ينجم يخاطب ربي سبحانه ويطلب اللي حبه. أيوة، وأصدق ما يكون الإنسان التجاؤه ونجواه مع ربي سبحانه وتعالى يخرج في قلبه باللي يتيسر له، هل تعطيه ورقة وكل يولي فما التكلف ولي وذاك يولي على حساب الخشوع ولا على حساب التركيز والالتجاء. نقطة أخيرة نكمل بها معك سيدي الياس في حياة سيدي محرز، هل كان معات عدد الزوجيات عندكم؟ مش فكرة نشوف المراجع قدامك. قديش متزوج؟ لا تزوج مرة برك. مرة برك. صفة هذه زادة ظلت تتوفر فيك في كل التونسية. خارق الله. ولكن هو رأوا بصفة عامة الشخصية التونسية رأي ما كانتش مع تعدد الزوجات، يعني حتى سيدي حتى شوف أجدادنا يعني قليل اللي تلقاها معرس بزوج نساء فرد وقت. فما اللي يعرس ويطلق، ولكن قليل اللي يكون متزوج بزوج نساء فرد وقت. قليل. سيدي محرز كان زوجة واحدة، عنده صغار، ولكن النسل متاعه بقى من ولد فقط، وليد واحد برك. وعنده بنته مدفونة بحذاه في الزاوية هكا للا خديجة. أيوة. أول ما تدخل القبر الصغير اللي مقابل هذه صغيرة، ماتت صغيرة ما نعرفش ما، ولكن هي مدفونة بحذاه يعني. باهي، هذايا تعرفنا على الملامح الكبيرة لسيدي محرز، لكن فما جملة نقولوها نحن وتتقال ديما، وقلت حتى في التقديم قالها مثلا أكبر جنرالات تونس في فترة من الفترات، قال لك البلاد هذه ترابها سخون وحارسها سيدي محرز، ولا نقوله يحرز محرز. فحكاية يحرز محرز هذه عندها حكاية، علاش تقالت يحرز محرز؟ يقال أنه هي نسبة الكلمة أنه قالوها اليهود متاع تونس العاصمة، لأنه يعني تعرف أنت اليهود موجودين منذ القديم في تونس، فكانوا موجودين من قبل يعني الفتح الإسلامي، ولكن في تونس العاصمة اليهود ما كانوش يسكنوا داخل أسوار المدينة، كانوا يسكنوا خارج أسوار المدينة، يقولوا شيرة الملاسين توا، فكانوا عرضة إلى قطع الطريق، أنه الناس تغور عليهم في الليل، وتعرف اليهود كانت عندهم التجارة ومعروفين بالتجارة وغيره. اثنين صار طاعون في الفترة هذيك، فكان اللي يمرض عافانا وعافاكم الله يخرجوه خارج الأسوار ويحطوه بحذا الجالية اليهودية، معناها اللي مرض بالطاعون يخرج من سور المدينة يمشي بحذا الجالية اليهودية. بالضبط، وهوني الريسك تاع أن العدوى تنتشر عندهم ويموتوا، وذا تصرف لا إنساني. يأباه الإنساني ويأباه الإسلام، يعني الإسلام عمره ما كان جاي، بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة يهودي فقام لها احتراما لكل النفس هذيك. فسيدي محرز هو اللي سعى ودخل اليهود داخل أسوار المدينة فيما يسمى بالحارة، حارة اليهود اللي هي موجودة اليوم الناس هذا في الحفصية، لأنهم كانوا أربع أسر، أربع عائلات هكا علاش نحكي، ما نقولوا حارة لأنهم أربع أسر سكنوا في الحفصية توا، يعني حارة اليهود. يعني واليهود اليوم الناسي هذا يزوروا الزاوية، يجيوا للزاوية اليوم الناسي هذا، اليهود يجيوا لزاوية سيدي محرز، يعني مش رحلات منظمة وغيره، ولكن زيارات فردية يجيوا ويزوروا زاوية سيدي محرز. مثلا نحن المواطن التونسي ولا العربي ولا المسلم كيمشي لسيدي محرز يقرأ الفاتحة، ما عندكش فكرة اللي هو؟ لا الحقيقة ما نعرفش، ولكن هما يعتقدوا ويعترفوا بالفضل لسيدي محرز. باه، هذه نقطة. النقطة اللي بعدها مش نحكيوا عليها، وهوني يمكن برشا ناس باش يتبعونها باش تبان لهم غريبة الحكاية، الحشاشين، العمل هذايا اللي عامل ضجة كبيرة في العالم العربي في شهر سيدي رمضان، والباطنية كفئة ولا كفرقة من الشيعة، هل وصلت لتونس ساعة؟ هي حكم التونس. باه، يعني تعرف تونس حكمتها الدولة الفاطمية. صحيح، فالدولة الفاطمية هي دولة شيعية إسماعيلية، لأنه الشيعة ينقسموا إلى إسماعيلية واثنى عشرية، فالفاطميين حكموا تونس وهي فئة إسماعيلية. فوق هذا بعد زي يعني حكمت فترة، فالفرقة هذه بالذات فيها ما يسمى بالفكر الباطني، واللي هو شنو الفكر الباطني؟ اللي هو يقولك حتى القرآن فيه مفاهيم باطنة غير المفاهيم الظاهرة اللي نقراوها، ما يفهموهاش عموم الناس، ما يفهموها كان الأئمة متاح اللي يعني اللي هما يعطيهم منزلة ريفو قريب الأنبياء، مش أنبياء ولكن من أعلم البشر العادي، وأنه عندهم إلهام يجيهم من المولى سبحانه وتعالى وغيره. فهذه شيء يعمل هذه يهدم الدين عليه، لأنه يولي ما يقوله ما هالإمام هذايا وكل تشريع. شفنا حسن بن الصباح يقول عنده مفتاح الجنة، ونعم وهذا اللي صار، يعني يوقعوا على الناس يقولوا لا أنت معاش مطالب بالصلاة وبالصيام
وغيره لهذيك التكاليف والرسوم هذيك خاصة بالعوام والمبتدئين وغيره، ولكن لما تنتمي للفرقة متاعنا لا أنت ترتفع على الدرجة هذيك وغيره، فهذا يهدم الدين ويهدم جوهر الدين. فهذه الفرقة حكمت في تونس واضطهدت اضطهدت أهل السنة وحاولت تجبر الناس على أنهم يعتنقوها بالسيف غصبا عليك. يعني وصار هذي وش خليت، لأنه العنف يولد العنف بالضبط. وصارت ما يعرف في تاريخ تونس بثورة صاحب الحمار. صاحب الحمار كان من الخوارج، ولكن بالرغم أنه من الخوارج حتى أهل السنة انضموا له، لأنه يقولك هو أقرب لنا من هذوما اللي جايين بالفكر الباطني. فكي حكم تونس وأرادوا أن يفرضوا على الناس الالتحاق بالمذهب، حكم تونس كلها ولا حكمه دخلوا حكمه المهدية باعتبارها العاصمة والساحل والقيروان وغيره، وكانوا موجودين في تونس العاصمة ولكن كأفراد، لكن ما تمكنوش من السيطرة على تونس العاصمة بباير وببركة دعاء سيدي محرز. ويقال مش كان دعاء، يقال حتى حاربهم سيدي محرز. نعم، لأنهم هو كانوا جايين في غزوة، كانوا باش يدخلوا لتونس وباش يقتحموها وغيره، فالناس لجأت لسيدي محرز فدعاء على على عليهم، فيقال أنه الأمير متاعهم مات بالذبحة هو اللي موجود في الواحد. فهناك من قال أنه هو حتى أنه كان متكي على السيف متاعه في الليل، فأخذته سنة من النوم فادخلوا السيف متاعه فمات. هذا الأمير تاع الباطنية؟ تاع الباطنية متتافه مات، حد سيف وخذته عينه فمات. فالجند اللي معاه قالوا نحن اللي جايين معاه مات، رجعوا. أيوة. فربي ما مكنهمش أنهم يدخلوا إلى تونس العاصمة. وهو كذلك من بركات جامع الزيتون المعمور أنه عمرهم ما دخلوه له الشيعة. تو جامع الأزهر بناوه الشيعة، صحيح. يعني لكن جامع الزيتون المعمور منذ نشأ هو سني. سني بامتياز. معناه كان فهمت أن كلامك بالصحيح تو سيدي محمد الياس المهرزي، أنه الفرقة الباطنية هذية كانوا بنيتهم جايين داخلين باش يصارعوا سيدي محرز. ففي الثنية متاعهم وقفوا باش يرتاحوا، وسيدي محرز دعا عليهم فسي الأمير متاعهم خذيتوا عينه. هذا ما يروى، ما مات موتة تافة. يعني يقال حتى أن تعرف إن وصلوا فين السيدة المنوبية توا، يعني على مشارف تونس وصل. يعني باش تعرفوا خطر الفرقة الباطنية، تعرفوا الإمام الغزالي حجة الإسلام، الإمام الغزالي عنده كتاب اسمه فضائح الباطنية، وهو موجود حتى في المسلسل، فما شخصية الإمام الغزالي شي يقول فالباطنية ليست مذهبا إسلاميا أو فرقة من فرق أهل الإسلام، وإنما هي مذهب وطريقة أراد بها واضعها هدم الإسلام وإبطاله عقيدة وشريعة. ويقول البغدادي في الفرق بين الفرق: اعلموا أسعدكم الله أن ضرر الباطنية على فرق المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس عليهم، بل وأعظم من الدهرية وسائر أصناف الكفرة عليهم. فبش تعرف خطر، لأنهم قلت لك ينحيوا الدين من جوهره، ينحيوا لك العبادات، ينحيوا حتى مفهوم الآيات والأحاديث، يغيروه يعطيوه مفاهيم أخرى ما يفهموها كان هما، ويجعلون منها تشريعا. وراه الفكر الباطني هذايا، راه نحن كي نقولوا الفكر الباطني، علاش نأكد مناش نعادي وكل الشيعة، مش الشيعة الكل. كيف راه الفكر الباطني لا يختص به كان الشيعة، راه موجود الفكر الباطني جذوره يونانية، وموجود حتى عند بعض مدعي التصوف، الطرق الصوفية بعض مدعي التصوف، يعني مش كل الطرق الصوفية ولكن بعض الطرق الصوفية التي لا تلتزم بالكتاب والسنة، لأنه نحن حتى التصوف الذي نعتقده التصوف السني المنضبط بالشريعة، المنضبط بأحكام القرآن والسنة النبوية. ممتاز. فسيدي محرز حاربهم السلاح، كان فارس، كان لما قلنا هما ربي بعد الشر متاعهم، ولكن كانوا عندهم جواسيس داخل تونس العاصمة، وهذوما الناس مهنتهم كما شفتوا حتى في الاغتيالات وغيره ونقل الأخبار وغيره، فنصبت لهم محاكم. فسيدي محرز كان عنده دور الحكيم، بخلاف ما يروجه البعض أنه هو كان سفاح وقتله، لا، هو كان باش تصير محاكم تفتيش، يعني بالشبهة يقتلوا الناس شكينا فيه. لا، سيدي محرز عمل محاكمات عادلة، وذي موجود حدا في كتب المناقب، وكان يقبل الشهادة وغيره،
ومن ثبتت فيه التهمة يقتلوا لأنه نحن تعرفوا خطر ذي خطر من باب حتى قطع الطريق يعني كين إرهابي معنى بالضبط أيوة. نفس الشيء يعني إنسان يجي تلقى خلية إرهابية في حومة قال شنو والله ندعيهم بالحسنة وكله يمشي يفجر الحي كامل لا في بعض الظروف يقتضي القصاص يعني وهذا ما تم وفما اللي ما ثبتتش فيهم التهمة كان يعفو عنهم بيه. فهوني سؤال كيفاش توفى سيدي محرز؟ كيفاش كان موتة سيدي محرز؟ هي ذي مسألة اختلف فيها حتى المؤرخ فما شكون يقولوا مات وفاة طبيعية كيفاش القول؟ فهني قلت لك فما شكون يقول مات وفاة طبيعية وفما شكون يقول توفي وقع اغتياله القاوه ميت في الليل في السوق في سوق يعني باب سويق يعني الحشاشين ولا الباطنيين ولا جماعة حسن ابن الصباح هذوما اللي شفناهم هما اللي قتلوا سيدي محرز؟ لا مش هما اللي قتلوا سيدي محرز الحشاشين وحسن بن الصباح ما دخلوش لتونس لكن ناس من نفس الفرقة الباطنية الإسماعيلية الباطنية ناس حكمت تونس يقال أنهم هما اللي اغتالوا سيدي محرز قاوة بين الروايات يقولوا القاوة قدام المقام نعم يقولوا مدغور ايه أيوة هذه الرواية اللي موجودة فما شكون مشاو أكثر من هكا أنه وقع حتى تشويه الجثة متاعه وغيره تنكيل به ربي يرحمه سيدي محرز به فما الجملة النجم نقولها ولا محظوظين نحن في تونس اللي عنا سيدي محرز أكيد محظوظين في تونس أن عنا سيدي محرز عنا أولياء الله الصالحين اللي نحن ببركتهم يقولك علاش يقولوا تونس محمية بهم ببركة دعائهم لأن ذي الأرض هما عاشوا فيها ودعاوا لها بالخير كما سيدنا إبراهيم كان مودعاء للمكة وغيره بأنه اجعل هذا البلد آمناً وغيره كيف هذه بلاد عاشوا فيها الصالحين بل عاشوا فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحب ديما نأكد راهو تونس مدفون فيها سيدنا أبو لباب الأنصاري في جابس مدفون فيها سيد أبو زمعة البلوي سيد الصحبي في القيروان مدفون فيها سيدنا مصعب بن العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم في باجة مدفونة فيها حفيدة سيدنا عمر بن الخطاب في القيروان مدفونين فيها آل البيت مدفونين فيها الصالحين هذوما فببركتهم وببركة دعائهم ربي سبحانه وتعالى حافظنا وإن شاء الله يحفظنا وهوك عليش تونس بإذن الله عمره ما يصيبها ضرر وعمره ما يصير لها مكروه ديما محفوظة وكل ما جينا حاجة جينا باللطف والحمد لله نسأل الله اللطف به هوني باش نحكيو على علاقة سيدي محرز ببعض رموز الدولة هذه التونسية وبعض السياسيين مثلا نبداو بالزعيم الحبيب بورقيبه فما روايه تقول انه فما علاقه بين سيدي محرز والحبيب بورقيبه كيفاش فما علاقه وهما زوز فترات بعد على بعضهم سنوات وسنوات لكن فما حكايه وقل لي صحيح ولا كانت فما فكره تغيير مكان الزاويه ولا تغيير المقام في فتره زعيم الحبيب بورقيبه هو شنو هو وقت صار مشروع اعاده تهيئه باب سويقه وفما مساله النفق وغيره يقال انه كان الأشغال بش يدخل فيها حتى زاوية سيدي محرز وبشقع هدمها هذا ما يور وراه نحكيه على اللسان الشعب المنقول يعني ما فماش حاجة موثقة وغير فكانت بش يقولوا كانت بش تتهد الزاوية فيقال أنه سيدي محرز وقف على برقيبة في المنام قالوا تهدني نهدك سيدي محرز وقف على برقيبة في المنام نعم قالوا تهدني نهدك فما صارش المشروع هذا يعني بعدوا به وقت تشوف حتى التونيلي دو يعني ولكن اللي وقع في وقت الرئيس الحبيب بورقيبة أنه وقع إعادة ترميم الزاوية يعني بعد ذلك بعد ما وقع تهيئة ساحة باب سويقة وغيره وقع إعادة ترميم الزاوية وإعادة تهيئتها وستر الكتاب هذايا يعني اللي جبته معايا يعني هذايا في يتحدث على المسجد وعلى زاوية سيدي محرز في عهد الزعيم الحبيب بورقيبة يعني أيوة وإعادة بمناسبة إتمام وترميم الضريح والمسجد الجامع من قبل المجاهد الأكبر الرئيس الحبيب بورقيبة وهو اللي أشرف على الافتتاح وحضر الافتتاح تعرف في أيامات مش بعيد على اليوم الذكرى متاعه يوم الثلاثاء 14 أفريل 81 في أيامات مش بعد وزارة شؤون الثقافية به يعني أيوة في فترة الحبيب بورقيبة وقع ترميم ووقع إعادة ترميم ثانية في عهد الرئيس زين العابدين بن علي أيوة شو كانت علاقة الرئيس زين العابدين بن علي وعائلته بالمقام سيدي محرز؟ كان فما عناية يعني في الحقيقة يعني فمسألة العناية بالمعلم ما كانت موجودة يزوروا بعض أفراد عائلة الرئيس السابق زاوية سيدي محرز يعني وذي وقع الترميم الزاوية بل في الفترة هذيك
وقاع عملوا الألفية نتاع سيدي محرز وعملوا منتدى كبير ياسر وجابوا ناس من الأزهر وناس من خارج تونس وألقاوا محاضرات وغيره. وقاع جمعها في الكتيب هذايا المحاضرات يعني من خيرة العلماء في تونس وخارج تونس، أبرزهم الشيخ محمد الشادلي النيفر وتحت إشراف وزارة الشؤون الدينية في سنة 1993. الإمام محرز بن خلف رأى التسامح ومقاومة التطرف. حليت هكا الكتاب صدفة نلقى محرز الأديب، وهوني فما من بعض القصائد متاع سيدي محرز أكيد موجودة. خليلي مر بالمدينة واسمها مدينة قرطاجنة ثم ودها، تقول لها لا تبكي لفقدان أهلها كما ندب الأتلال كسرة وتبع. فما نوع من الغزل زاد كان يكتب في الحب. سيدي محرز كان عنده قصائد يعني، وهو ذيك راهو في الشعر العربي بصفة عامة كانوا ديما يبدأ فما الغزل والوقوف على الأتلال وموجود جميل به. شكرا ليك سيدي الياس المحرز، يخدينا فكرة كبيرة تقريبا على حياة سيدي محرز ولا على المراحل التاريخية اللي تعدى بها سيدي محرز في تونس. وباش نستغل حضورك بحذاي بما انه نحن داخلين على ايام عيد، وتعرف فما ديما الجدل هذي اللي تحكيه في الايامات هذوما، حق الملح على الرجل انه يعطي حق الملح لزوجته لامه لاخته ولا ما نعرفش. هو سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا يعني، والهدية راهي ديما تألف بين الناس فما فيها بس الإنسان يعترف بالفضل لزوجته ولا لأمه ولا لأخته أنه يهدي لها حويجة يعني، هذي حاجة محمودة شرعا ما فيها حتى أشكال، ودأبوا عليها يعني أجدادنا وغيره، وكل قدير وقدره يعني. قبل فما اللي يجيبوا قطع صياغة واللي يجيبوا قصة قماش واللي يجيب عطر، وكل إنسان كل قدير وقدره ممتاز يعني، فذي ما فيهش إشكال يعني. معناها إنسان اللي قاعدين تسمعوا فينا تنجموا تطالبوا بحقكم راه في حق الملح. به نزيدك حاجة أخرى، وهذا كلامي مرة أخرى موجه للرجال والنساء اللي يتفرجوا فينا. التربيجة راجل مثلا يتربى بزوجته يجوز أكيد مسموح به؟ أكيد بطبيعة. سيدنا صلى الله عليه وسلم كان يتربج بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يقولها يا عائش، وكان يقول خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء يعني، فأنا كانت حمرة بيضة حمرة فما فيها حتى بس، بالعكس ذكا يألف بين القلوب والود بين الزوج والزوجة يعني، ذي حاجة مسموح بها. التربيج بين الزوج والزوجة مسموح به؟ الزوج والزوجة. الزوج والزوجة أما صاحبته ولا حاجة؟ لا ذكا لا، هذاك اكيد ما فيش هذاك لا. وحتى في التربيج فما تربيجات سامحني زيد غرب شويه، واحد يتربج بزوجته ولا زوجه وسامي حيوانات قطوسي. هو ربي سبحانه يقول ولقد كرمنا بني ادم يعني، الانسان هو ربي كرمه ما ينزلش بروحه يعني ولكن لو مشى به العرف وما فيهش يعني هذاك مثلا خنفوسي ساعات حتى بتسمع خنفوسي هذه تمشاها اذواق 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 هي اذواق يعني. لكن التربيج محمود في الحالات الكل اكيد. باه النقطة اللي بعد والذية تقريبا ننهيو بها، من فترة مش بعيد عرضني ولا سمعت رواية تقول انه كاد ان يفرض الحج كل عام، كنا نجمه يولي الحج مفروض علينا كل عام، صحيح؟ هو صحيح انه جاء صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن القواعد الاسلام وغيره، فلما وصل للحج قالوا افي كل عام يا رسول الله، سيدنا صلى الله عليه وسلم ما جاوبوش فأصر الصحابي هذا مرة أخرى قالوا أفي كل عام يا رسول الله، سيدنا كيف ما جاوبوش. فالثالثة قالوا لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم يعني، لو خدت سيدنا صلى الله عليه وسلم كلامه تشريع صحيح. فقالوا سيدنا صلى الله عليه وسلم هوك عليش هذيك باش نتعلموا أنه الإنسان ما يلحش في السؤال، ولا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، وسيدنا صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم شيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، أو كما قال وقول الأشرف. فالإنسان مدام سيدنا صلى الله عليه وسلم قالك حج، المبالغة في التدقيق ذيك راهو ينجم يتعب الإنسان ويولي يدخل في باب الهلوسة والوسوسة وغيره، فالإنسان يعمل شنو عليه من غير مبالغة في المسائل هذوما يعني. فهذه مسألة الحج، وأنه هل الحج هو الحج فرض مرة في العمر لمن استطاع إليه سبيل يعني، لمن استطاع إليه سبيل. الله يبارك لك سيدي الياس محمد الياس المهرزي الشيخ، شكرا لك، عرفنا وتعرفنا من خلالك على برشا نقاط، وفضل كبير لسيدي محرز كما قلت محظوظين نحن التوانسة ونجم نقولوها الجملة ذي صح علينا عنا سيدي محرز في تون.
في باب سويقة بربي عنده فضل على باب سويقة مثلا الجمعية اللي مرجع النظر متاعها باب سويقة. هو سيدي محرز عنده باش تعرف قيمة إيه؟ سيدي محرز، سيدي محرز زاويته في المدفون في باب سويقة وعنده خلوية في باب الجديد رضا الأطراف إيه. الكل وعنده مسجد المحرزية في سوق في شيرة سوق سوق البلاط في شور في نهج المر وغيره وعنده خلوية أخرى في جامع الزيتونة والأغلب من عائلته يعيشوا في المرسى فيعني رضا الأطراف وهو انشأ في أريانا فرضى الأطراف الكل رضى الأطراف الكل. شكرا لك ربي يبارك فيك الله يخليك يعيش. شكرا لكم أنتم الناس اللي شفتونا هذه حكايات، استنيونا كل مرة باش تسمعوا حكاية جديدة مسلمات بنينا في الظهر لكن أكيد وراهم برشا حكايات. كان اليوم ضيفنا شيخ محمد الياس المحرزي، باي باي ويا مرحبا.